ما السبب الذي يمكن أن يساق لتوقعات متشائمة إلى حد بعيد كما يقول البنك الدولي فيما يخص تقديرات النمو الصيني لهذا العام؟ أهلا وسهلا للمشاهدين الكرام لقناة القاهرة، ولتصحيح أنا من دبي الإماراتية وليس نعم. من رباط، وتحيات لفريق العمل وأيضا لضيفنا من لندن، ولكن أشك في البيانات من ضيفنا من لندن، يعني أن الصين تم إلغاء الإغلاق منذ عدة أسابيع. من أين هذه المعلومات؟ لأن يعني هو الصين رفعت قبل القيود. أسابيع لا يفترض أن يستجيب الاقتصاد مباشرة، هو سيظل يعاني ربما كما يقصد دكتور نهاد من تأثيرات الإغلاق التي كانت ممتدة لفترة. نعم، لأن الصين كانت رافعة القيود للدخول والخروج وحتى القيود للأجانب منذ نهاية العام الماضي. وفي الحقيقة عندما نتكلم عن التوقعات من قبل البنك الدولي، فأيضا هناك توقعات قبل أقل من أسبوع من عدد من البنوك الأمريكية، ومع رفع التوقعات للنمو الاقتصادي في العام الجاري. فطبعا هناك توقعات مختلفة حسب الإحصاءات وحسب الخبراء المختلفين، ولكن بالنسبة للاقتصاد الصيني، يعني أول شيء هذا الأسبوع يصادف الأسبوع الذهبي بمناسبة اليوم الوطني الصيني، فلاحظنا أن هناك أكثر من قرابة من 900 مليون شخص يتدفقون إلى الأسواق وإلى الأهداف السياحية للاستهلاك. وأيضا في 29 من الشهر الماضي من بداية هذه الإجازة، لاحظنا أن هناك أكثر من 20 مليون مسافر على المتن القطار في الصين، فهذا يدل على حيوية الاقتصاد الصيني. طيب وأيضا أستاذ إلهام، ليه قوة هو البنك الاستهلاك الدولي أو للمواطنين المؤسسات الصينيين. الدولية لا تتعامل مع لحظة آنية، هي تقيم وضع الاقتصاد وحركة نموه قياسا بسنة تقريبا كاملة طبقا لمجموعة من الظروف والمعايير. البنك الدولي أتفهم يقول على أن كل نعم ذلك. أن الصين لم نعم، يصل إلا إلى 4.4%. نعم، ولكن في الحقيقة لاحظنا في السنة الماضية والسنة الحالية هناك إنعاش واضح جدا للاقتصاد الصيني، وخاصة بالمقارنة مع الاقتصاد في العام الماضي، هناك إنعاش كبير من حيث الاستهلاك وأيضا التصدير، مهما كانت إلى دول أمريكا اللاتينية أو إلى دول الشرق الأوسط. وبالإضافة إلى ذلك هناك المزيد من الثقة من قبل المستهلكين وأيضا من قبل المستثمرين الأجانب، وخاصة لاحظنا أن هناك التدفق للأموال من قبل الدول العربية، مهما كانت المملكة العربية السعودية أو الإمارات إلى الصين. وبالإضافة إلى ذلك طبعا هناك صعوبات في نمو الاقتصاد الصيني، كلما تكبر الحجم للاقتصاد كلما زاد الصعوبات للحفاظ على وتيرة النمو صحيح. الاقتصادي.